هذه ليست صورة مشوشة من زمن النظام الأمني اللبناني السوري، هذه صورة من زمن الربيع الزاحف بعنف إلى شوارع العرب إلا لبنان. لم تهدأ ارتدادات الصورة، علقت وبقوة في أذهان لم يشوبها النسيان بعد، ولا النكران ولا فقدان الذاكرة. صورة علقت بقوة على وجدان لبنانيين يرفضون صورة استقلال مهزوزة أو تلوح بها عصا تناقض مبدأ السيادة والديمقراطية والأهم حرية الإنسان. كتاب التاريخ المرفوض من فئة كبيرة من اللبنانيين أضاف إلى صفحاته سطوراً مرفوضة لا نعلم ما إذا كانت ستدون لاحقاً، فهل سيذكر ذاك التاريخ أن رئيس البلاد ميشيل سليمان اعتبر الاعتداء على طلاب الكتائب والأحرار حادثاً استثنائياً وأصر على إجراء تحقيقات دقيقة لتحديد المسؤوليات، واصفاً الحادث بإشكال غير ثقافي وغير لبناني؟ وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وصف الاعتداء على طلاب الكتائب والأحرار بغير المقبول، مطالبا بفتح تحقيق في هذا الأمر، وتمنى شربل على القوى الأمنية أن تكون أكثر ليونة، متسائلا لماذا كان المتظاهرون يحملون العصي، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالمكان المخصص للتظاهر في كل تظاهرة. هل سيذكر التاريخ أن نواب الأمة اعترضوا في غالبيتهم واستنكروا ما حصل؟ وقال النائب أحمد فتفت أن البعض لم يتعلم كيفية التعاطي مع المواطنين ومع التعبير الحر، وخصوصا أنه تعبير عن موضوع أساسي يهم الكثير من الناس، وهو موضوع كتاب التاريخ، وهذا لا يشكل خطرا على أمن الدولة أو أمن لبنان، مؤكدا أنه إذا لم يعالج هذا الموضوع سيأخذنا إلى متاهات خاطئة. وأعلنت مصلحة طلاب القوات اللبنانية أن تاريخ لبنان لا يحدده من يريد أن يرسم صورة شمولية كاذبة لوطن الأرز، ورفضاً لتغطية صوت الحق بأساليب أمنية تستنكر مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية الاعتداءات غير الإنسانية على طلاب حزبي الكتائب والأحرار في تظاهرة سلمية ترفض الصيغة الحالية المقترحة لكتاب التاريخ. أما الحزب التقدمي الاشتراكي فندد في بيان له بالتعرض للطلاب الجامعيين أثناء مظاهرة للتعبير عن رأيهم السياسي بما يكفله الدستور اللبناني والقوانين والأعراف والتقاليد الديمقراطية اللبنانية، ودعا الحزب الجهات الرسمية والأمنية المختصة إلى حماية المظاهرات الشعبية التي تشكل إحدى أطر التعبير السياسي عن اتجاهات الرأي العام في القضايا المختلفة. هل سيذكر كتاب تاريخ 8 آذار الحديث عن هذه الحادثة؟